صح، عشان بيتكم مرحبا بيكم الناس الكل، تحية ليكم والناس اللي تابعوا فينا تقريبا أيام الحجر الصحي الكل. قضيناهم معاكم تقريبا منذ 3 4 أسابيع ضيعت الحساب، لما حالنا كل البارح غبنا عليكم. اليوم تعبت شوية، قوي برشا ريتم من كل يوم ضيف ما يستاهل الحكاية، لكن كي نشوف المساجات نتاعكم ونشوف التفاعل نتاعكم ونشوف قاعدين تتابعوا بكثافة في اللايف اللي قاعدين نعملوا فيهم، ننساو التعب الكل. مرحبا بكم على الكل، وشكرا على المساجات نتاع التشجيع ونتاع الكل اللي قاعدين تبعثونا فيهم، وحتى مساج حتى النقد، ولو انه نحاول نبعد شوية على النقد الجارح والكلام الخايب شوية، لكن اي نقد نتقبلوه مرحبا بكم الكل. باهي برشا يسألوا على جوهر الترجي، راهو الكل كلمناهم لاعبين الترجي واللي ديسبونيبل قاعدين نجيبوا فيه كل يوم اللي نلقاه ديسبونيبل نحاولوا يكون معنا، فما برشا من اللاعبين وعدونا باش يكونوا موجودين معنا في الايام القادمه، يمكن خلال الاسبوع هذا، يمكن بعد غدوه والا بعد غدوتين يكون معنا معز بن شريفيه ان شاء الله. واليوم ايضا لاعب اخر من الترجي هو لاعب الدوري التونسي، لاعب المنتخب الوطني التونسي اسامه البوغاني، باش يكون معنا بعد شويه ان شاء الله. كما قلت لكم الحوارات الكل تلقاوها مع الشين يوتيوب اسلام المدد، تلقاو الانترفيو الكل، ايضا تلقاو اليوم تاع الشين في الكونت انستغرام، تعملوا ابوني الكونت انستغرام كما تعملوا ابوني الشين يوتيوب باش ما يفوتكم حتى شيء من الحوارات اللي قاعدين نعملوا فيها تقريبا بشكل يومي. دونك أسامة بوغاني بعد شوية باش يكون معانا، لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد ولاعب الترجي الرياضي التونسي، باش نحكيو معاه على العديد من المواضيع ونعطيوه لو نطرحوا عليه الأسئلة اللي بعثتوهم لنا في الحقيقة بكثافة. إن شاء الله بعد شوية أسامة بوغاني. نجموا تخليوا لي كومنتير نتاعكم والأسئلة نتاعكم من خلال اللايف الموجود توا، كما تخليوه على الباج فيسبوك إسلام ميد باج تلقاوها، والكونت انستغرام. يعطيكم الصحة الناس الكل على المتابعة. دونك في انتظار أسامة وخر شوية، عنده بعض الالتزامات لكن ما عادش يبطى دقيقتين إن شاء الله يكون بحبيب. صابر خليفة إن شاء الله في الأيام القادمة يا أشرف. فيش اللي عنده سؤال ينجم يكتب، ولا عنده اقتراح نحاول نتفاعلوا معاه مادام جاي أسامة. فين حجام خويا؟ حجام لي خويا، خويا حجام، حجام تحية ليك، كان يفرش فينا من عرش إيهاب. أيمن بن محمد إن شاء الله، أسامة الدراجي إن شاء الله، صابر خليفة إن شاء الله الكل، وتجابوا كيف كيف تجابوا الكونت اللي قاعد يكومنتي بيه، قالوا لي الكونت في بروفيل، نحاول نشوف الكونت الصحيح نتاعو ونشوفو جابو ان شاء الله. صابر خليفة ان شاء الله، ولو انه الادارة نتاع الكلوب منعت الحوارات في المدة الاخيرة، نحاول نشوف شكون من الكلوب ان شاء الله. ولو انه عملنا 3 لاعبين من الكلوب، عملنا عاطف التخيلي، اسكندر العبيدي، وعملنا كيف كيف مختار بالخيف المصورة، في الكفاية الكلوب عملنا كيف كيف من عبيه قدم كما تيجاني بالعيد. ايضا شكون ياخذ اسامه الحدادي بوبليك في الكليب، شاي خليكم نحاول نشوفوا جماهير الاخرين ان شاء الله، ليتوال، لاسبيرونس، سي اس اس، حتى الجماهير الاخرين ان شاء الله اللي مالي يكونوا معنا من عبيتنا المحترفين. ايمن بن محمد ان شاء الله، يوسف المساكي، سامح حد البالي ظهر لي ما عندوش انستغرام يا دليل. نسيم هدين ان شاء الله، هاي قاعدين نحكي مع نسيم ان شاء الله باش يكون معانا. كريم بن عمر الصحة شريف دكتور، تحياتي، متعتونا قبيلك في اللايف انت ومهدي بن ضيف الله. انيس المحمود ان شاء الله، انيس المحمود اليوم روح من السعودية، انيس ان شاء الله بعد شوية يكون، مش بعد شوية، في الايام الجاية ان شاء الله يكون معانا. دونك اليوم أسامة بوغان بنتصور لاعب مثير للجدل، خلينا نقولو يتحكي عليه برشا. كل أسئلة إن شاء الله باش نوصل اليوم. نعيم السليتي، باهي آدم تدلل خويا، اطلب برك، إدي نزام، لا كيكا ولا صعيب شوية ولا.
عليته في الكوتا الفوق يدينا زار ولا اللعب بالفلوس بالدولارات نتصور يعني ملاعبية الكبار هذوك ما يخلصوا قبل ما يعملوا حوارات. يعني علي معلول سمعت باش تطلع في كاميرا كاشين تاع رامز مليون دولار اللي خذاه 3 مليارات تونسي معناها. انت تحب على ايدي نزار سيدي ايمن دحمين تدلل خويا حمد الهوني وسام السلامي ان شاء الله طارق ذياب كيف كيف صابر الخليفه والله في حاجه فرحان بيها انه كي كنت نحل اللايف الايامات الاولين كانوا يبداو 10 15 يتفرجوا في الديريكت توا 60 وحدي فريمون ميرسي ميرسي يعطيكم الصحه الناس الكل وابقاو ديما تتابعوا فينا سواء في الراديو ولا الا حتى لهنا ان شاء الله برشا من اللاعبيه باش يكونوا معنا على فكره ان شاء الله نهار السبت في الراديو في حصه زون ميكس من مطلفه الخمسه باش يكون معنا ان شاء الله لاعب ليطوال ايهاب المساكني ان شاء الله واخذين معاه اتفاق مبدئي ان شاء الله في انتظار التاكيد نورمالمون باش يكون معنا ايهاب المساكني ان شاء الله نهار السبت في الراديو في اكسبريس اف ام في حصه زون ميكس من مطلفه الخمسه بتاع العشيه تابعونا ان شاء الله. أنا نحاول نشوف وسام وخر علينا شوية وسام وسام حمام تدلل يا رامي لربع جماهير الكبار بتاع تونس نحبهم الكل هذه جاوبتك خويا الياس الصخيري وهب الخازري حمزة رفيع عادلان برون بو ما عنديش معاهم برشا كونتاكت الحقيقة باش ما نبداش نفلم ونكذب اللي نعرفه معز حسن من المحترفين وجبناه خاطر الاخرين بتعرف عايشين البرا اما لي جونيست التوانسة ما عندهمش بيهم برشا كونتاكت اول ما يجيو لتونس نحاول نحكي معاهم ان شاء الله في حتى مش عارف في الميساج على فيسبوك ولا على انستغرام ما يعرفكش نتصور حتى ما يجاوبكش ولا ما يشوفوش اصلا الميساج نتصور كي يروحوا لتونس ان شاء الله في اول ستاج ترجع الدنيا لاباس ان شاء الله يكونوا بحذانا الملاعبين المحترفين كيما صغيري ديلان براون نعيم سليك اللي تحبهم من كل ان شاء الله جبت لكم مرياح جبت لكم وسام الحدادي جبت لكم معز حسن ان شاء الله يكونوا ملاعبين فريين معنا في الايام الجايه اسكندر السويح والله قاعد نحكي معاه ما نكذبش عليك اسكندر قاعد نحكي معاه ديما ونكلم يقول لي في الاقل في الاقل ما وعدني قال لي اول ظهور يكون معاي معايا انا اخويا فرجان وفي راديو ما هو مش يجيب احنا راديو ان شاء الله فرح برشا على فكرة بعث لي فرح برشا بالكلام اللي قال عليه زبير باير ديجا بارتاجيه على الفيسبوك نتاعو بربي الكومنتير نتاع البياري وخمسة وثمانية نحاول نتفاداهم ما ننساش بس يا مسترافي ان شاء الله هشام الخلصي ان شاء الله عبد القادر الوسلاتي وسام الجزيري وسام ما يتفرجش فيا ظهر لي دونك نبرمجوا حاجة إن شاء الله وسام قال لي يعني دخلت نحاول نشوفه خويا صحة شريفتك يا سيدي السلام عليكم الجمهور يسأل وينو أسامة وينو أسامة من بكري سافا سامحوني ولا سامحوني ولا ارتباطات عائلية هني تو تو وصلت جماعة مش من بكري يسأل من البارح يسأل وينو أسامة والله خويا يعطيكم الصحة يرحم والديك سافا لاباس عليكم صحة شريفتكم الناس الكل صحة شريفتكم الناس الكل إن شاء الله رمضانكم مبروك كل عام وأنتم حيين بخير مزيان لك واد من تالي خويا يعمل كيف يا ربي يفضلك يا ربي يفضلك ربي يخليك عاش خويا
Ça va, صباح l'amour. الامور مريقله. والله الحمد لله الحمد يا لله. اخي تحاول تبان الكوفر فو لا والله الحقيقه هنا معني قرابي بحذايا تك تك ما بعدش ما عندك الحق تدور هنا قرابي بعد الدار دونك تك تك تك. يا بيه. ايش الله عملت يبارك الكوفر؟ والله هانا اخويا هانا كل خلق هانا نحاول واحد يترينا شويه سينو الباقي ديما في الدار ولا باس ان شاء الله كان نحاولوا نعملوا الماكسيموم باش واحد يبقى اون فورم معك شكون؟ جروب ولا حاجة؟ والله نمشي انا ودريس الدريسي الجارديان خالد نحب نحيي خالد يحيى هو ما شاء الله هو نقصر عليك في الغربة اللاعب بالزمالك المصري وفي سبريم تو مشتوش. اي ما شاء الله اللاعب مشتوش والله. اي انا نقصر عليه في الغربة يا اخوي ما نخليهوش وحدك في الغربة يا خالد وانت بتشتغل عليه خويا، عمل لنا حاجة باهية. والله ان شاء الله ان شاء الله فما حاجات وان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله ربي باهي يسهل خليه يرتاح نحكيو فيهم بعد شوية، خلي على التوق شوية العباد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اي رمضان جاك مع الكورونا كيفاه؟ والله يا خويا شوف رمضان رمضان شارم وحده الحقيقة رمضان ما شاء بركته يدخل رمضان تدخل البركة معناها الحق واحد ينسى كل شيء الحقيقة واحد ماذا به يجي عامل شوية رمضان بعد شغال فترة من 2 سنين خارج خيوة صحيح طلع صحيح فاهمين. صحيح 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 هذيك الحق الخروج ولا وكل القعدة على أصحاب والأحباب واحد تحرم منها أما واحد الحمد لله ديما يقول الحمد لله شوف نعم اي كيفاش تعدل النهار بخلاف لونترينمون؟ تعاون شوية في الدار، اش تعمل بالضبط؟ والله باش نعطيك بالضبط نفيق الصباح خويا نفيق على بكري نخرج كان فما قضية ملحومة هنا نمشي نقضي سينو كان فما زاد كيف كيف قضية في الدار المسحان الفازات ننظم الدار وكل لا هي هذوما الكل على بكري نعملهم باش من بعد خويا نركش شد الفري شد أحمد سوا البلاي ستيشن برجولية بالسيف ولا بالكبس ولا بالكيف؟ والله شوف مرات بالكيف ومرات بالكبس الحقيقة اما شو نعملوا كاو لازم نتعاونوا اون بليس من بعد خويا نكمل موضوعك نعملهم باش من بعد نشد الفري نشد شد خويا عندي فيفا نقعد نلعب في الفيفا عندي جمعية معنا في الكلوب عندي كلوب الكترونيك جوستومون عندي انا فاهمين شوف بارتاجي فيها برشا مرات فهمني شنو هي الحكايه دي. موت عملت فيديراسيون تاع لي جو الكترونيك فهمت وبما فيها بما فيها ذي الفيف الفيفا معنا فيفا فان البرو كلوب يبداو 11 كونتر 11 معناها كل ايكيب متكونه من 11 جوار وكلهم اون ليني معناها الكل تعمل ايكيب وتبدا تشارك معناها وإحنا تعملت بطوله تونسيه سنه معناها تعملت وانا الحقيقه معناها عن طريق صاحبي معناها عملنا ايكيب اسمها جرومبيليا جرومبيليا الرياضيه عارف جرومبيليا بالبيت والله يا كيك خاطر هو الحقيقه صاحبي يلعب في جرومبيليا فوت باش وسيم الرزق نحب نحييه هو اللي معناها كان يلعب في الكلوب فوت اي وسيم الرزقي دونك صاحبي ولد حومتي وكل دونك عملنا الفاز هذا وتوا انا المانجير نتاع ليكيف دونك كان نعملوا في دي ريكروتمون كذا وصلنا للدومي فينال نتاع الكوب دو تونيزي وتوا ان شاء الله بيانتو تبدا الشامبيونا وشنو هي اي بلاي ستيشن اي كات دخل طب دخلني معك في الدور اي خويا مرحبا ايجا اعمل تيست ايجا تيست ايجا تيستي معنا وكور خويا مرحبا بك كيف سلام ما سمعتكش قلت لك قبل تفكر روحي كنت ملاعب وقت الفروسيس مع بلنت في الفرقه الرياضه ابراهيموفيتش كان تفكرها اي 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 يا حسن يا حسن اي ليك يا اخويا هي بون كوراج في اللي تعرف في الكل عايش خويا الغالي عايش خويا هاي نحكيو شويه كويس
اي باي باي. في مركز معك فهو يا محمد، شنو؟ سافر يا محمد، في مركز معك، سافر محمدي. قال لك يا محمد صاحبي ذاك سافر، صاحبي وصاحبي وعشيري الحقيقة، نحب نوجه له تحية. بالحق عز الناس، من أعز الناس اللي عرفتهم الحقيقة نتاع ربي. هو ككلوبيست، هو كلوبيست لكن معناه صاحبي وعشيري. شوف، رأي الكورة مش كان جمعيات، الكورة مش كان الحقيقة معناها مش كان اللي خذيناه احنا من الكورة كان السبان، ويعني بالعكس الكورة علاقات، الكورة برشا أصحاب، الكورة معناها شوف توفك 60 دقيقة ذيك، وبالعكس عندي برشا أصحاب عائلتي فيهم الكلوبيستين، وبرشا أصحابي كيف سوحلية يعني معناها ما فماش الإشكال نتاع الجمعيات الحقيقة في علاقات. فهمت. طيب احكي لي كيف الاول اسامه، اول نهار صغير انا شعبيت شويه تالي، ما عادش عمرك 10 سنين 11 عام، كيفاش خممت تدخل باش تعمل تيست؟ عادش خطرت لهون الساعه. والله الحقيقة في الليسي، نقرأ عندنا سبور في الليسي، في القايل هكا مشينا عندنا ساعتين سبور. والله عملنا وقتها معناها بارمي معناها في البروجرام فما هوند، نقرأ هوند وكل، عملنا تيست وكذا باش نحضروا معناها وقتها اكزاما وكل. جاني بعد بروف قال لي تحبش تعب، قلت له والله بوركوا با، معناها جيتي انتيريسي رغم اللي كنت مكور فوت وقت. قال لي باش نعطيك ورقه وتمشي تستي. اعطاني ورقه وبعثني وقتها، هو ديجا انترونور وقتها كادي في الكلوب، وبعثني انا للكلوب فهمت. مشيت عملت التيست وقبلوني وقتها، قبلوني وبديت من وقتها معناها على الاج دو 12 ans بديت الهونت. معناها في مخك انت ما كانش الهونت في مخك حاجه. لا الحقيقه لا ما كانتش في مخي جمله. لا تلعب فوت قلت لي في الحومه ولا في جمعيه ولا كيفاش؟ لا كورت فوت في الكلوب وفي الاسبيرانس، يعني لعبت معناها تستيت في الزوز معناها فهمت، وسيرون كور في الحومه زاد. فهمت. وتقبل مع لعبت ماتشات؟ لا تقبلت في الاسبيرانس الحقيقه، في الكلوب لا، كانت فما شويه ميكماك نتاع مسؤولين وقتها وكذا، فما شكون عنده المعارف وما شكون عنده كذا. تقبلت حتى وقتها زاد والله بالحق، مشيت وقتها صغير معناها 10 سنين ولا حاجاك 10 سنين. ما شكون يا صابر المدرب اللي نسميه على شنو؟ شكون المدرب؟ قال شكون المدرب سميه؟ مدرس تقبلت في الاسبيرونس، تقبلت ومن الاول تستاوني اكسيال ديفونسيف. يا اخي اعطاني فرصتي بالزهر من بعد، قلت وراني نحب نجرب اتاكون، قلت وراني انا جيت على اساس اتاكون، جربني اتاكون مشيت معايا الكوره اخويا، لعبنا ماتش تيست هو يتسمى. جابوا وقتها 26 جمعيه جابوها باش يعملوا عليها ماتش تيست، كنت نلعب اكسيال خرجني رتحني شويه ومن بعد دخلني على اساس نوف فهمت. هيك نحصل سي زهير حسين، يا ساب سي زهير حسين يذكره بالخير، هو اللي اعطاني الورقه وبعث لي الكلوب. بعد دخلني بالزهر خويا، جبت بيلانتي وماركيت بونت ياك، وقالوا لي خويا مرحبا بيك حشنا بيك. ديما ما نقبل، ما مستانس عاد حومه شعبيه كباريه كل دونك مستانسين بالجر والعرك وديما قطع مستانسين. ايوه كواخ ما تويته الحقيقة. لا قبل ما تبدا السيزون بالضبط، ما ربي سبحانه هكاك، قبل ما تبدا السيزون مشيت لهوند. مشيت لهوند، ربي سهل لي في الهوند. و برجولي انت مكشخ ولا كلوبيست في الصغر؟ في الصغر كلوبيست. كلوبيست وتو؟ تو مكشخ خويا، مكشخ الدم زاد. باهي خويا. كي احفل الكلوب مشيت عملت تيست ومن هنا في كادير قلت لي لا من ليكول بي، بديت في ليكول بي معناها من اول صنف من اصناف الشباب. من اصناف الشباب بديت من اول صنف. ومن كنت صغير معناها ديريكت دخلت في الجو في الهوند وتعلمت والله ديريكت، والله الحق نتاع ربي معناها سي تري انتيريسون الهوند، كي تدخل انت تلقى الناس الكل معناها معنيه باللعبه، الناس الكل معنيه بالاتاك والديفونس،
فيها اكثر بونتوات معناها، وفهمت معناها دونك تلقى روحك ديريكت انتجري في اللعبه وهكا، وتلقاك الناس كل تجري وناس كل سيتي تريز انتريسون بالنسبه لي انا. فهمت فهمت. باهي ظهرلي عملت حتى الجونيور وبعد طلعت السينيور كيفاش؟ والله طلعت السينيور سي حافظ الزوابي نحب نحييه الحقيقه، رغم اللي كان صعيب معايا على الاخر وانا صغير، رغم اللي نزل عليا دوبا طلعت نزل عليا فتقني سي حافظ، لكن هو اللي ليه الفضل الكبير معنا باش طلعت سينيور. طلعني اون 2009 بعد ما معنا العام اللي طلعت فيه مع سينيور مشينا لعبنا فيه الكوب دي موند كادي اللي خذيت فيه احسن جناح في العالم. هذاك العام اللي طلعت فيه سينيور معنا عام الباك نتاعي، وهو الحقيقه من الناس اللي عندهم فضل كبير باش طلعت سينيور، ومعنا امن بيا الحقيقه رغم اللي كان صعيب معايا لكن امن بيا على الاخر. اسامه انت جبت الكوب دي موند هذيك، الناس الكل كانت تستنى في اسامه باش يعمل الحقيقه يعمل مسيره اكبر من هكا برشا الحقيقه، يلعب في جامعات كبار في اوروبا وخاصه برشا حبايبين وقتها في احسن اللي في العالم، مش ساهل معناها مش كل يوم تونسي ياخذ الجائزه هذيك معناها سيرتو كانوا فيها لاعبين كبار في وقتها جارديان برشلونه نفكر انا فهم برشا كل علاش ما كملتش خاصه كي خرجت لترومبلي؟ والله شوف باش ما نكذبش عليك، راه شوف بالنسبه لي انا العائله بريوريتي اول حاجه، بالنسبه لي انا العائله قبل الهوند وقبل وقبل معني قبل كل شيء. نعدي انا كي خرجت اون 2012 حقيقه خرجت من بعديك صارت لي ظروف عائليه اللي خلتني نرجع، اللي هما الحقيقه امي وبابا سورتو امي اللي تقلقت برشا، معناها انا فيس يونيك انا الطفل الوحيد في الدار. دونك جاتني عروض الحقيقه وقتها، جاتني نونت، جاتني فوكس برلين، لكن الحقيقه نتاع ربي انا عائلتي ابجل وقبل من معناها نجم نمشي نحترف نعمل عام. تهز معاك امك ما عادش تهز معاك فرنسا؟ لا لا غايب عليها ولا شنو؟ اي خاطر انا غايب وي فوالا، اون بليس ما تنجمش تهز معناها تنجم تهز العائله نتاعك، تنجم يقعدوا بحداك شهر. انا الحقيقه علاقتي بعائلتي كبيره برشا معناها. علاقتي بعائلتي ماهيش علاقه نتاع عرفتك نتقابلوا مره في الفيل ولا نطلع عليهم، انا عائلتي معناها عباره اخواتي ما نجمش الحق نتاع ربي سورتو كي مرضت لي امي ما نجمش وليت راه واحد ديريكت. فهمت. باين الباساج في الكلوب ناجح تسميه انت لعبت حبيت بيان سور بيان سور ناجح اكيد ناجح على الاخر. انا الحقيقه نتاع ربي جمهور الكلوب كان يحبني برشا، وكنت معناها من الناس اللي معناها اللي محبوبين بالكدا بالكدا في الكلوب، وبارمي اللي معناها لي ميور زيليمون اللي طلعوا وقتها كيما انا شويرف بنور حسني خالد الحاج يوسف اشهد ان لا اله الا الله معناها هذوما الصغار اللي طلعنا مع بعضنا من الكادي فهمت. لكن من بعد فما برشا ظروف الحقيقه نتاع ربي معناها خرجت لبرا وكل، لكن في الرجوع الناس الكل تعرف معناها القصه كيف صارت. الخرجه نتاعك من الاخر والرجوع عملت برشا بوليميك وقت انت وشويه في على تجديد الكونترانت فكرها وجدد هذيك البوليميك عملوها المسؤولين وقتها باش يغطيوا الفشل نتاعهم هما كيفاش ما عاودناش فهمت. هما الحقيقه نتاع ربي باش نبداو متفاهمين، انا وشويرف اكثر زوز جوارات سماو ظلمونا في الفتره هذيك معناها، خاطر في بالهم اللي انا وشويرف يا تشاو ادريس موش الجينيراسيون تاعي يا تشاو ادريس قبلي الجينيراسيون اللي قبلي طلع، اما نحكي على الجينيراسيون اللي طلعنا مع بعضنا. كيفاش فسرت اخر عام نتاعنا في الكونترا هما عاودوا الجوارات معانا، معناها فما جوارات عاودوا لهم العام هذاك اول العام، وانا وشويرف ما عاودولناش خلاونا ما نعرفش عاودوا الناس قبلنا عاودوا الناس معانا وما عاودوا ليش ما عاودوا ليش انا وشويرف، كي هما في بالهم اللي انا وشويرف ما عندناش ديزوفر مانيش بنخرج فهمت، قال لك نخليهم لاخر العام ومن بعد نعاودوا لهم بالسوم اللي نحبوا عليها احنا فهمت. فهمتك. حبوا يخليونا اخر وقت باش كيما نقولوا احنا كتو صحوا لهم باللي يجي. حسين قندوره كان وقتها حسين قندوره اما معاه مسؤولين اخرين فهمت. اما بعد كي ولات اوفيسيال سمعوا بينا اوفيسيال مو خارجين فهمت، خرجوا الدعايه نتاع احنا رانا معناها ما تطولنا على النادي وطلبنا برشا فلوس وطلبنا ما نعرف شنو، قالوا لكم ما فما حد شيء فهمت، معناها فماش منه الحديث هذاك الكل، الناس المقربين هاو كيما اكزومبل صابر هاو موجود صابر لوبيست للنخاع وولد فيراج
يعرف معناه يعرف القصة هذه وكان قريب وقتها ويعرف. لكن معناه أنا أقول اليوم الحاجات هذه اللي صارت معناه في خروجنا معناه كانت عادية، معناه أي جوار لعب في جمعية جات أوفر خرج البر، لكن هما باش يغطيوا الفشل نتاعهم هما في معاودتنا في المعاودة نتاع لي كونتر نتاعنا احنا اللي احنا ما حبيناش نقعد وخرجنا وكلي بسيف هيك. علاش التجربة في ترومبلي كيفاش قيام؟ والله بالنسبة لي أنا تجربة تجربة كانت ناجحة على جميع المستويات. في عامين في عامين كنت رغم اللي سورتو العام الأولاني كان معايا في معناه كان يكون صعيب نورمالمون أي لاعب يدخل في صغير سورتو 21 ولا 22 مش يكونوا صعيب، لكن أنا الحقيقة العام هذاك من الأول لقيت شوية صعوبات من الأول، لكن بعد الحمد لله معناه كملت تروازيام مير بيوتور في جمعيتي معناه رغم اللي نلعب في في معني نقسم انا وارنو بينجو اللي هو معني وقت جناح في المنتخب الفرنسي، والعام الثاني كيف كيف ورغم اللي نلعب انا وياه بريسك مره نقسمه كيف كيف مره انا نلعب اكثر شويه مره هو اكثر شويه، والعام معني في العامين هذوك نكمل انا معني في لي تروا ميور بيتور بتاع الجمعيه نتاعي وقبله هو فهمت. ولكن الحمد لله يا ربي معني فهمت معني كانت ناجحه على الاخر. قلت لي كلموك نونت وقتها شكون اخر؟ نونت وفوكس برلين. لكن خيرت تعاود معنا الكونس. اي انا وقتها شوف انا راني من قبل ما يكلموني انا ديجا مقرر العوده من. انا من وسط العام الثاني نتاعي في فرنسا معنا مقرر باش نروح لتونس. ندمتش عليه شوي؟ لا قلت لك انا حاجه عملتها معني عملت شوا معني في خصوص عائلتي ما نجمش ندم عليه الحقيقه. ما نجمش ندم خاطر زاد الحقيقه كي رجعت اسلام رجعت ما رجعتش الجمعيه نكره معني ما رجعتش من معني اللي رجعت للترجي لا لا نحكي لك معني حتى الشواء نتاعي في الرجوع الشواء نتاعي في الرجوع رجعت ليكيب معني تلعب على ثلاثه واربعه واجهات معني ايكيب تلعب على اللي تيتر معني تلعب تشامبيونز ليج كوب دافريك تلعب تمشي سوبر جلوب معني رجعت الجمعيه من ارجع لك الاسبيرون فما فهمتني انت فهم اللي كنت تشجع مسيره خير برشا معناها فهمتك في اوروبا نسوي ديمونسيون اخرى تعطيك تلعب كيبات كبار في اسبانيا. اسلام 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 باش نعطيك ايكواسيون صغيره برشا سهله تسهل لك وتبسط لك. انت الاحتراف بالنسبه للاعب شنو روندمون ولا باش يكون في روندمون مخير ولا انت اليوم تنجم تقيم تلعب في دو نيفو ايه تلعب في لونيفو باش تحسن ولا تونس بشامبيونا في اسبانيا ولا لا لا ما فهمتنيش هي ليكواسيون سهله تبعني دقيق انت باش تمشي لفرنسا ولا لالمانيا ولا لاسبانيا باش تلعب باش تحسن النيفو نتاعك ولا باش كي تلعب مع المنتخب وتكون موجود في المنتخب تعطي روندمون اللي هو باش يكون في المستوى صح ولا باهي انت تنجم تقيم مردودي انا من اللي رجعت من فرنسا لليوم انا بريسك في كل ايشيونس انا الميور بيتور نتاع المنتخب الوطني وبارمي لي ميور ستاتيستيك في المنتخب انا معناها انا الروندمون نتاعي ماهوش مربوط باحتراف ولا في تونس انا الحقيقه نتاع ربي في تونس كيما في فاهم فاهم اما انا نحبك فهمني انت خاطر عندك كل الامكانيات بس كنت تعمل حبيت تعمل مخيل تلعب في او نيفو كيما نسميوه شوف في العالم انا مشكلة معاك حتى اللي كان معاك اما شوف لعب في اي اسلام اما باش نكونوا زاد فما واقع اليوم اللي انت كي باش تمشي فما جمعيات تجي ساعات تقترح عليك معني عقد ماهوش في المستوى نتاع باش نمشي حقيقه نتاع ربي ساعات النجم يجيك فريق كبير يعطيك اوفر لكن ماهيش انتريسون ما نجمش نمشي انا نمشي نلعب في اوروبا باش نقول راني والله راني لعبت غادي انا غدوه كي نكمل الكوره ما هو في الشارع ما باش يقولوا لي والله انت والله يعطيك الصحه لعبت في هذاك الكيب الفلانيه هاي شده واللحم بلاش ولا شده والخضره بلاش معناها انا غدوه مرتي وبنتي ولا واحد باش يقولوا لي بابا باش يقول لي بابا والله يعطيك الصحه بابا لعبت في الاوروبيه ما احنا اليوم كيفاش عايشين فهمتك معناها انا زاد الحقيقه نتاع ربي فما ايكواسيون انا باش نحاول نكون ديما في الريتم وفي النيفو نتاعي موجود فهمتني نكون موجود على مستوى اللي يخليني ديما في احسن حالاتي كيف كيف نكون موجود باش نشرف معناها باش نعطي البلوس نتاعي في المنتخب وفي جمعيتي اما زاد ما نكونش طماع معناها ما نجمش انا نمشي الكونترا اللي من بعد نندم نقول والله كان شنو هي ضحيت على 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 طوم معين زايد كان قعدت في بلادي ناخذ وانا مرتاح من برشا حاجات
انا اليوم تنجم تحاسبني على روندمون سور تيران، اذا كان روندمون سور تيران تاعي في المنتخب عندي شك فيه روندمون سور تيران سواء نقول لك مع ليسيون سواء مع المنتخب ما شاء الله ربي يبارك لك. اما هذاك اش حاب تفسر لك؟ باه نجيو للعوده، علاش الشوارع نتاع اسبيرونس؟ انا الحقيقه نتاع ربي انا راهو من الاول وسط العام وقت قررت الرجوع لتونس كلمتني نادي الافريقي، مازال ما كلمتنيش الترجي وقت. كلمني سفيان بن صالح قال لي رانا قال لي رانا حشنا بيك باش ترجع معانا. انا وقتها ساي قررت نرجع لتونس، معناها ما عادش في معناها مانيش في نقطه. قلت له سفيان كلمتي انا وقت قبل ما عنديش الاوفر نتاع الاسبيرونس، عندي وقتها اوفر نتاع نونت وعندي اوفر فوكس في برلين، وتخلى معايا سفيان بن صالح على الخط. قلت له سفيان سور والا لا؟ معناها سور اسكو نحي لي زوفر؟ خاطر انا شوف اذا كان بقيت كيفاش فسرت، اذا كان بقيت في شوا معين اللي هو باش نبقى لازمني اوبليجي نبقى في فرنسا ولا نبقى نمشي لالمانيا، كنت معناها اذا كانت حطيت قدام الامر الواقع باش نمشي، ما نجمش نقعد بلا جمعيه كمان. بيان سور. اما اذا كان عندي شوا انا نخير تونس. دونك تفهمت مع سفيان صالح، قلت له نكلم معناها لي زيكيب معناها لاجون تاعي يقول لي زيكيب الاخرين سي بون وفا، معناها راني عندي اوفر اوفيسيال راني مانيش ماشي. قال لي اوكي وتهنى وكذا. كلمتهم خويا كذا نقص لي الكونتاكت مع لي زيكيب الاخرين، قال لهم لا راهو سي بون راهو الى سيني معناها في جمعيه اخرى وسي بون. ربي يخليك يا بلبل، تحيه ليك. صح شريفتك يا بلال، تاع عشريتك يا بلبل. انا بيت الامام بها على الحاجه هذه وعلى ذاك من بكري ما تغفش عليه. ربي يخليك يا بلبل يا غالي. اما كان الماء الماء هذيك علاش؟ انا اللي تعرف انت يا بلبل زاد. دونك سي بون نحيت الكونتاكت مع جمعيات هذوكم وساي قررت معناها سي بون باش نراجع للنادي الافريقي. وكان فهمت انا وسفيان بن صالح باش نروح على دات معينه باش باش نصحح الكونت، معناها باش نصحوا الكونترا ونتفاهموا مع سليم الرياحي. روحنا انا وشويرف قسينا معناها دو بي انا ومروان شويرف وروحنا. معناها بقينا لما حال راهو هو فما دي ديتاي، بقينا نستناو باش يبعثوا لنا البي باش نروح، ما بعثوا لناش. روحنا احنا قسينا احنا انا ومروان وروحنا. معلش سفيان ها؟ معلش ما بعثوش، قال لك سفيان. ما نعرفش والله ما نعرفش شنو وقتها بالضبط. ما عرفتش كيفاش الفاز بالضبط، محاسب قال لنا قصوا تو نتفاهموا بعض. قاسينا احنا فهمت، قاسينا روحنا وكذا. فمشينا ديريكت في الليل، وصلنا يمكن كيفاش وقتها اي وصلنا يمكن نص نهار ما دي ساعه، وفما ماتش لكلوب المهديه ديريكت. تعدينا للصاله، مشينا للقبه تفرجنا في الماتش، ومشينا مع سفيان بن صالح للدارو، قعدنا معاه تفاهمنا على الكونترا كذا منا ومنا. قالنا سي بون غدوه نمشيو نقابلوا سليم الريحي الصباح، هو بريفي نقابلوه ليلتها. فهمت؟ قال لنا راه ولا غالب طيارته ما جاتش ولا شنو كذا، يجي غدوه. من غدوه مشينا للصباح باش نتقابلوا في الشيراتون وقت الفوت يلعبوا مع ليتوال. مشينا للشيراتون قعدنا كنا من 10 نتاع الصباح حتى نص نهار ونص ماضي ساعه مستناو فيه بريفي باش يجي. ايه سفيان بن صالح وجهه الوان اصفر على اخضر على، قال شوفوا في سفيان معناها ماهوش على لازم. فهمت؟ يا سفيان كيفاش؟ يا سفيان كيفاش؟ نقعد ونمشي وكيفاش منا شنو؟ واحنا طيرتنا الاربعه نتاع العشيه. نرجع لفرنسا. اي نرجع لفرنسا وقتها خاطر نتريناو نهار اثنين الصباح، جينا بالسبت قعدنا لحد على اساس نقابلوه، ونهار اثنين تريناو الصباح. ما جاناش. وعلى فكره الحاجه هذه عملها برشا لاعبين حتى اسامي كبار 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 في الكليوب. عم يجي يقعدوا يستناو في الكبير نتاعو نهار كامل وما يجيهم شو باش يرد عليهم في اخر العشيه ولا حاجه هكا. صحيت دونك ما جاناش، ما جا كي ما جاناش روحنا على رواحنا. ما سفيان بن صالح عرفتك اللي بقى معانا، عرفتك يا الاولاد على خاطري انا وما تغشوش وكذا، واصبروا معايا جمعتين ثلاثه تو نركحها ونبعث لكم الكونترا. فين نستناو في سفيان كل جمعه يقول لنا جمعه جاي، كل جمعه يقول لنا جمعه جاي. يا سيدي استنينا 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 استنينا. تعديت شهرين كلمت سفيان، قلت سفيان راهو انا راهو الحقيقه ما عادش نجم نصبر. قال لي لا اسامه زيد معايا. سيدي زدت استنينا. ريت في البريود هذيك بعد يمكن شهرين ونص جاني تليفون كلمني سي حمدي المد.
قال لي الو، اهلا بيك، اهلا بك. قال لي معك سي حمدي، رانا هكا وهكا سمعنا بيك، معناها انت فاند كونترا في فرنسا، وقال لي نحب نشوفك بمريول الدرجة. قلت له سي، حكيت له، قلت له سي حمدي راني عاطي كلمه للنادي الافريقي، قلت له راني متفاهم مع النادي الافريقي وهكا الصوره فيها وفيها وفيها. قال لي ديكور، قال لي احنا راهو الباب محلول، قال لي ونحب نشوفك بمريول الدرجة، قال لي اتو مومون في كل وقت. رجعت كلمت سفيان بن صالح بعد جمعتين، قلت له معناها ما كيفاش؟ خليتش معاهم الكلوب على الاخر معناها. لا لا لا، استنيت. وسفيان بن صالح موجود، معناها تنجم تكلمه في كل وقت، معناها تنجم تكلمه في كل وقت. سينو كان تحب نبعث لك المساجات اللي اليوم عندي، المساجات تاعي معناها. دونك سفيان بن صالح كلمني هو، قال لي اسامه اللي تعمل مبروك، قال لي اسامه برا ربي يوجهك خير. بالضبط، قال لي برا ربي يوجهك خير. علاش لليوم علاقتي بسفيان بن صالح انا على خاطر معناها ما صارتش بنيتي انا وياه كلمه اعوذ بالله. لليوم يعرف اللي انا يعرف معناها يعرف بالديتاي، معناها هو صار معاه هو كل شيء. قال لي خويا برا ربي يوجهك خير، قال لي انا من، قال لي مانيش ولد حرام، قال لي هكا حتى الصابر معناها معناها يعرف لي ديتاي كل، فهمت. قال لي برا ربي يوجهك خير، قال لي ربي يوجهك خير. قلت له داكور دو بابا، ان شاء الله ربي معاكم انتوما، زاد بون كوراج. قلت له راني سي بون، معناها خاطر تسكر اذا كان ريت ما صححتش وقتها، ما تسكر بيريود ترانسفير، ما عنديش جماعه، فهمت. اخر نهار؟ لا مش اخر نهار، معناها مازال شويه على الديلي وتتسكر، معناها ريكروت. اذا كان ديجا انا معناها لي زوفر الاخرين رفضت، ما عادش عندك شيء معناها. صحيت. دونك كلموني، عاودوا كلموني الترجي الحقيقه نتاع ربي، وريت منهم كان الخير، وقالوا لي الباب محلول ومرحبا بك. ووقتها خويا في الحقيقه نتاع ربي في منطقه 24 ساعه، قال لي راهو احنا نجم نوفروا لك اللي تحب عليه. في 24 ساعه جاني الكونترا على الميل، الحقيقه صححته ورجعته. كلمتك كان اسبيرونس، ما كانتش جمعيه اخرى اي توي ولا حاجه هكا؟ لا لا لا، ترجي برك. فهمت. بيني وسامة الحاجة هذه الجيست نتاع سليم الرياحي خلاك مثلا في ماتشين كنت الكليوب تلعب بفور أكبر شوية، كيفك ولا ما سمعت؟ الجيست اللي عملها سليم الرياحي خلتك ما عادش الكليوب تولي كاين عندها بلاصة خايبة عندك، أنت تولي كأنك تلعب بفور أكبر شوية. ما لا 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 لا، شوف أنا بالنسبة لي، أنا شوف فصلت حاجة، أنا صارت لي حاجة خايبة في الفريقي اللي عملوه معايا خايب على الأخر، ما يجي ما يصيرش اللي عملوه معايا انا ومروان شويرف، ما يصيرش تحقيق نتاع على هذه ولا معناها... على قبل الخروج هذاك اللي قبل الخروج هذاك ما عليناش فيه، فهمت. معناها مش مشكل، اما انا عندي معناها فما حاجات عملوا مسؤولين تو امبورت المسؤول يمشي ويجي، لكن هذاك انت تومبيرامون نتاعي انت تعرفه، انت معنا عندك برشا تعيش معانا وتعرف معايا وتتفرج فينا وتبعنا وكل. انا اخويا في التيران كي نهبط راج دو فانكر نتاعي انا معناها اوتو موتيفاسيون، موتيفي روحي وحدي، نكور افون، نلعب نعطي حق الناس، نعطي حق المريول اللي لابسه. وسورتو اخويا اللي ريتو في الاسبيرونس الحقيقه نتاع ربي، ما معناها سون كومونتير الحقيقه، بس على اعلى. اعطينا شنو الفرق بين الاسبيرونس والكلوب؟ باش شوف، مانيش نكومباري الكلوب والاسبيرونس، ما نحبش نكومباري. اما الترجي جمعيه اوروبيه تلعب في تونس، فما شويه نشوف، فما جمعيه ما عندهاش نقائص، عند فما نقائص في اي جمعيه فما نقائص، لكن بارابور لتونس ليسبيرونس جمعيه اوروبيه محطوطه تلعب في الشامبيونات تاع تونس بالهيكله نتاعها، بال ادارتها، معناها بمستوى الناس الموجودين فيها، المعاملات كيفاش يعاملوا سواء الملاعبيه سواء معناها سوا كيفاش يعطيو القدر نتاع الجوار، ولا فهم برشا حاجات معناها سي تري بروفيسيونيل في الاسبيرونس. فهمت. اليوم غادي يعطيك بلوك الكلوب في الشارع، كيفاش سالتوش يشاركوك في حاجات قعدوا يقعدوا في مخك مناش؟ والله شوف يسيروا معناها انا ولاد حومتي كلوبيستيه والعائله، فما شكون كلوبيستيه، لكن الناس تعرف. شوف توريت فما ناس تسب، الناس تسب هذيك اللي سب يسب وبر هكا يسب هكا وراك لافيي يجي يسب وكذا، كي قابلك في الشارع يقول لك علاش مشيت علاش كذا، معناها اللي قابلك يقول لك علاش مشيت. ومكثر الناس تعرف، فهمت، مكثر الناس تعرف اللي الخاور من الاداره نتاع النادي الافريقي، الناس هي الكلوبيستي صحيح يعرف اللي الخاور موجود في اداره النادي الافريقي من اول الدنيا مش مليون، معناها الناس كي تشوف انت قداش من جوار خرج من الفوت من الهوند من الباسكيت من كل، مع الجوارات اللي خرجت من الكلوب كلها غالطه
كل معناها كلهم ظالمين. ايوه حسام، الكافيين الثاني ما عرفش شفتها ولا ليه، كان معايا منوبي حداد بتاع الفول. يحكي لي في حديد يوقف المخ، قال يوصلنا ما نلقاوش باش ناكلوا. قال كي انت برا شوف السنه، انت اقرا، انت ادرى مني برا، اسال على جواريات الهوند السنه في الكلوب، ما مش احكيك على الفوت. الهوند فما جواريات ساكنين اربعه وخمسه مع بعضهم في دار، ناس عندها سته سبعه شهور ما تخلصش، اللي عنده عائله مسيك انه اموره احمد الاحمر منور يا احمد، منور يا احمد الله يخليك. وسيما قلت لك كوارجي برشا الاحمر خويا الحقيقه نتاع ربي، من معناها جوار الحقيقه مش انا باش اقول، لكن من احسن ما جابت كره اليد الافريقيه والعربيه، وكان لي الشرف شرف كبير اني لعبت معاه فرد فريق، والله شرف كبير برشا اللي لعبت معاه فرد فريق، وهزيت معاها من اغلى الالقاب الافريقيه، هزيتها معاه فرد فريق، هذا شرف كبير ليا. كيف كيف لاعب على مستوى عالي من الاخلاق، لاعب على مستوى عالي من التربيه، في الملعب ليدر بتم معنى الكلمه، شرفني برشا ومتشرف لليوم، معناها بالنسبه لي انا من احلى اللحظات في مسيرتي اللي معناها الحق تقمست معاه فرد زي معناها ولعبت معاه فرد فريق. هو زاد كيفك انت، لعب شويه في المانيا ليه ما قعدش في مصر؟ نتصور كان لعب في اوروبا كان يعمل مسير اكبر برشا. انا قلت لك شوف احمد الاحمر حتى لعب في المانيا ستة شهور ورجع، احمد الاحمر كل عام تقول معناها احمد الاحمر يا صغار، معناها انت الناس تزيد في العمر، انت تولي 30 31، احمد الاحمر 30 29 ويبدا يصغر في العمر، ما شاء الله عليه. معناها لاعب حتى قعد في مصر ديما من اروع اللاعبين ومن احلى اللاعبين الحقيقه، تشوف كل ديما يعمل الفارق وقت ما يستحقه، سواء فريق والزمالك سواء في المنتخب ديما يعمل الفارق. والله نفرح برشا اللي الحق اللي لعبت معاه بالحق ويشرفني برشا. باهي نحكي شويه على مستقبلك وسام، كيفاش تو؟ عقدك الله يخليك يا احمد، الله يخليك يا احمد، ربي يخليك. كيفاش يا اسلام؟ قلت لك نحكي شويه على مستقبلك، كيفاش تو؟ كنت هتوك مزيان انت ولا شنو؟ والله انا ان شاء الله السيزون هذه بريسك اي وفات، هي تسمى وفات، بقات ان شاء الله السيزون الجايه، السيزون الجايه اخر موسم عندي مع الدارج ان شاء الله. رسمي ونهائي معناها اخر موسم، اخر عام في الكونترا نتاعي، معناها السيزون الجايه نبدا فاند كونترا. قاعدين باش تحكيو في التجديد ولا ما كنتش تحكيو ولا كيفاش؟ انت في مخك شنو تكمل ليه؟ والله الحقيقة أنت عربي باش نبدا واضح معاك، بالنسبة لي أنا الترجي أولوية، كي كلمني الترجي نبقى في الترجي. فهمت. الحقيقة إذا كان الترجي مازال حشد بوسام البوغاني، مازال طالب من وسام البوغاني باش يكون موجود ومستحق الترجي، أنا على ذمة الترجي. لكن كان الترجي معناها عنده بروجي آخر، عنده حاجة معناها عنده أنوتر أوبجيكتيف وبروجي آخر، الحقيقة عندي عروض أخرين أنا وموجودين من عم ناول ومن ولد عم ناول، ما زلت أنا الحقيقة رفضتهم وقتها وعاودت في الترجي، لكن ما زلت فما العروض موجود. إذا كان الترجي معناها ما عادش معناها عنده بروجي آخر ولا ما نعرفش أنا شنو هي التوجه تاع الإدارة، الواحد يشوف بلاصة أخرى. اعطينا اش فمك قلت لي عندك ولد، سمينا شويه جمعيات. مازال اسلام مازال فمك مازال بكري باهي حتى البطولات. علاش 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 بربش حاجه الحمد لله حاجه اعطيني مثال فما فرنسا حاجه دو معناها حاجه دو فالور باهي فما لا ومن اسامي جمعيات لا اما هاك قلت لك انا فما في فرنسا ان شاء الله اسبانيا فما سينو ربي سهل ربي سهل في اللي فيه ان شاء الله باهي سينو كيفاش اسلام خيار اخر هذا من زوز خيارات قدامك لا فما خيارات اخرين فهم لا تحكي على الرغبه نتاعك
تسمع فيا اسامه ولا ايه؟ تو رجعت فيك، تو الكونيكسيون بتاعك قاعده تهرب وترجع. باهي، نحكي قلت لك الرغبه بتاعك شنو؟ والله الحقيقه الرغبه نتاعي انا مرتاح في الترجي، والحقيقه مرتاح برشا في الترجي. اذا كان الترجي ما نبدلك السؤال، بخلاف اوروبا والاسبيرانس، نجم نشوفوك مثلا في الخليج، في الزمالك، في الاهلي؟ علاش ليه؟ ممكن اه ممكن. انت عملت اكسبيرينس قبل في مصر، في الزمالك؟ اسلام كونيكسيون تاعك تعب على الاخر، يقص برشا صوتك. ما نعرفش تظهر هكا ولا ايه؟ تصويرتك ما معناها قاعدة تدور نتاعك الكونيكسيون، ما الصوت وقاعد يوصل. ما نعرفش ترجع كيفاش نقص ونعرض لانسير. كيفاه؟ قلت نقص ونعرض لانسير.